إيه؟ جميل جدا. يعني إذن أول مانع من جعل ما مفعولا به أنك بذلك ستخل بقاعدة مهمة، وهي أن الصلة، أن الاسم الموصول يحتاج إلى عائد، إلى ضمير. فإذا جعلت الاسم الموصول مفعولا به لتركنا، أخليت الصلة من الضمير العائد، وهذه مشكلة كبيرة. لا يمكن، العائد يحذف بكثرة إذا كان منصوبا. وها هنا ما تركناه صدقته. جميل جدا. وجه آخر أستاذ، أحسنت. وجه آخر مهم جدا كذلك، ما رأيكم يا كرام؟ إذن المانع، إذن إذا جعلنا ما موصولة، إذا جعلناها موصولة امتنع أن تكون في محل نصب مفعولا به لمانعين. الأول ذكره الأستاذ حسين، وهو خلو الصلة من العائد. إذا جعلناها هي المفعولة به، خلت الصلة من العائد، والعائد هو ما تركناه. إذا كانت مفعولا لن نستطيع تقديرها. الثاني مهم جدا، لاحظوا يا كرام، إذا جعلنا ما مفعولا به فإذا ستكون معمولة للصلة. معمولة يعني هي المعمول والصلة العامل. والمعروف أن رتبة الصلة بعد رتبة الموصول، رتبة الصلة بعد رتبة الموصول. إذا جعلتها معمولة للصلة فستكون رتبة الصلة قبل رتبة الموصول، وهذا خلاف كلام العرب، لا يكون هذا. واضح هذا يا كرام؟ حينئذ إذا الصلة لا تعمل في الموصول لأن رتبتها بعد رتبة الموصول. بعد رتبة الموصول، فلذلك لا يصح. إذا كانت ما موصولة فلا يصح أن تكون في محل نصب. هكذا نقرأ قراءة تفكيكية، نفكك العبارات ونفكر تفكيرا سليما إن شاء الله تعالى، حتى نفهم قوانين كلام العرب وكيف تستقيم.